السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. فيديو جديد النهاردة، بس قبل ما ناخد نتكلم عن الفيديو اللي معانا النهاردة وطليق مغترب في فرنسا وأخويا هايس وأنا لايس والحاجات اللي إحنا طالعين هنتكلم معاكم فيها، نوحد ربنا كده ونقول لا إله إلا الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما تنساش برضو الدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين نصرا عزيزا مقتدرا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواتنا في السودان وفي اليمن وفي جنوب لبنان وفي سائر الوطن العربي، اللهم أمين يا رب العالمين. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان عائلتنا تكبر بيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعلى بركة الله نبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة. طلع علينا طليق مغترب في فرنسا بفيديو يوضح سبب غيابه. فيديو كان مدته او لايف مدته كان حوالي 12 دقيقة. 12 دقيقة بالنسبة في اللايفات بتبقى حاجة قليلة جدا جدا، كان ممكن يعمل فيديو ويريح دماغه ويريح المتابعين، بس هو طلع وعمل لايف مدته بسيطة جدا جدا، ودي حاجة غريبة. ناس بتسأله انت فين؟ سافرت ولا ما سافرتش؟ اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ هربت ولا ما هربتش؟ يعني مستخب ولا ما استخبتش؟ طفشان ولا مش طفشان؟ يعني كلام ممكن يتقال. طب انت خايف؟ طب انت في ايه؟ هو الراجل مثلا انت زعلان مثلا ما فيش دعم؟ يعني بص كلام كتير قوي اتقال للراجل ده، والراجل طالع زعلان جدا جدا، وده من حقه، يعني من حقه انه يوضح سبب غيابه. بس الحاجه اللي لفتت الانتباه ان الراجل متابع الاحداث اول باول. يعني ايه؟ يعني واخد باله من اللي بيحصل على المنصه اول باول. طب دي نقطه حب يوضح سبب غيابه للمتابعين، ودي حاجه كويسه. فابتدى يتكلم ان انا غايب بسبب تعب الحاجه. طب ما حاج، طب ما انت في عز ما الحاجه كانت تعبانه وفي عز ما كانت في العناية وفي عز ما كانت في أصعب الحاجات وفي حالة حرجة، كنت بتطلع وتعمل لايفات، وده كان الناس كلها كان شايفينه، كان حتى في ناس كده كان مستغربة، هو أنت فاضي إنك تعمل لايفات؟ كان في لايفات بتتعمل وكان في دعم بينزل وكان في حاجات كتيرة. حتى اللايف اللي اتعمل، في لايف اتعمل من المستشفى اللي كان شديد قوي ده المعروف، واللي للاسف الشديد برضه اتاخد من ضمن الحاجات اللي اتاخدت، يعني من الاخر حرب شرسه زي ما بيقولوا. المهم اللايف ما وقفش او ما بطلتش لايفات في الفتره دي حتى لما كانت الحاجه تعبانه، وده انا شايفه ان سبب مش مقنع بالمره. الراجل وهو بيتكلم بيقول لك انا منور، وشاور بايده ناحيه اليمين كده، وكان لسه هيقول حاجه وتراجع فيها. طبعا لفتت انتباهي النقطة دي، تحس ان كان في حد جنبه مثلا كان عايز يقول حاجة وتراجع فيها. في حاجة مهمة جدا هقولها لكم في اخر الفيديو، بس المهم ان تحس ان كان عايز يقول حاجة وتراجع، كان بيقول لك ان هو بيشاور على حاجة معينة. يعني من اخر ناس كتيرة شايفاه ان هو مش في بيته. ليه بتقولوا كده؟ ده من ضمن الكلام اللي اتقال، في ناس كتيره شايفاه ان هو الراجل مش في بيته، والراجل هربان، والراجل عايش حياته، والراجل شايف حياته بالطول وبالعرض. يعني ايه؟ طب دليلكم ايه على كده؟ المخدات يا عم، انت ما شفتش المخدات اللي بفرو ابو فروه والانتريه الجديد اللي كان موجود؟ يعني كلام كتير قوي. يكونش اتجوزت يا ولا؟ طبعا يعني انت فاهم، ناس شايفين حاجات كتير، شايفين الراجل قاعد في مكان فيه جديد في جديد. المهم بان علينا في اللايف ده في توتر، في قلق، في ارتباك، حتى اثر عليه في الكلام. ليه برضو بتقول كده؟ طريقه الحوار مالها؟ هقول لك طريقه الحوار مالها. وهو بيتكلم قال لك دماغي فاضيه بامي. طبعا كان كلمه غريبه شويه، يعني ايه دماغك فاضيه بامك؟ غريبه. كان ممكن يقول لك انا دماغي مشغوله بامي، انا دماغي بص مفضيها من كل حاجه لكن مشغوله بامي، كنا هنقول كلمه مقنعه. فقال لك انا دماغي فاضيه بامي، فطبعا انت ممكن تكون غلطه لسان. يعني لا، احنا كلنا بنغلط وما ننكرش حاجه زي كده. قال مثل غريب جدا جدا اول مره اسمعه.
ومعرفش ان في منكم حد عارفه ولا لا، ولو حد عارفه يفهمني ده معناه ايه، لان بجد انا مش فاهمه. قال لك العايد في الفايت نقصان عقل. يعني ايه العايد في الفايت نقصان عقل؟ مثل غريب جدا، مع ان والله الواحد بيسمع امثال معدي ال40 سنه بنسمع امثال، بس اول مره اسمع المثل ده، العايد في الفايت نقصان عقل. طبعا المثل ده غريب جدا عليا وانا اول مره اسمعه، فاللي يعرفه يفهمني ده معناه ايه. طلع الراجل كتر خيره بيطمن المتابعين اللي هم بيسالوا على الحاجه وبيطمنهم على حالتها، بيقول حالتها مستقره لكن شويه كده وشويه كده. يعني ايه يعني حالتها شويه تبقى مستقره وشويه تبقى غير مستقره؟ طبعا نتمنى الشفاء العاجل ليها ونسال الله الشفاء ليها. كان ممكن بس يعني برضو حاجه بقى من الوجه الله كده، نصيحه لوجه الله، كان ممكن تعمل بوست على المنتدى تطلب من بعض المتابعين انه يدعو لك للحاجه، لان بجد لها تاثير كبير جدا جدا. دعاء 40 واحد غريب ليه تاثير جامد. والله بنطلب الدعاء لبعض الناس وربنا بينجيهم وبيعفو عنهم وبيرجعوا بيبقوا احسن من الاول، وده دعاء من ناس غريبه ما تعرفكمش، فبتدعي لكم دعوه ولعل عسى تكون دعوه مستجابه. فدعاء الناس المتابعين مثلا على المنتدى كنت ممكن تنزله، الناس كانوا يدعوا لك او يدعوا للحاجه. طالع بتقول انا ما بخافش وما بخافش من حد، ولا حد يقدر يخوفني ولا حد يقدر يهددني ولا 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 ولا، لكن طلوع اليومين دولت صعب. ليه؟ طيب اولا محدش قالك ان انت خايف، محدش بيهددك بانك انت تطلع او ما تطلعش. يعني خلينا كده قولا واحدا، محدش بيهددك ولا بيخوفك، لكن قلت صعب طلوعي اليومين دول طلوعي على المنصة او طلوعي على اليوتيوب. طب ليه؟ اكيد في اسباب لعدم طلوعك، خلينا صرحة مع بعضين، اكيد في اسباب. يا اما طبعا انا هكلمك بعقلية المتابع اللي بيتفرج عليك وده من حقه، يا اما انت خايف من موضوع القضايا او في اسباب تانية، او ان انت متجوز وعايز تبعد عن المشاكل اليومين دولت، ودي انا مقتنع بيها، او ان مفيش محتوى تقدمه. خلاص بقى انت فاهم، الست اللي كنت بشتمها كانت موضوعتي كانت بره، دلوقتي رجعت، فانا لا انا ابعد عن المشاكل وابعد عن الشر واغني له والحاجات اللي انتوا عارفينها ده كله. في اخر الفيديو الراجل واخد قرار انه مش هيطلع في اي حاجه تاني من الاخر. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز مشاكل ولا عايز وجع قلب ولا عايز اوجع دماغي باي حاجه تاني، وانا واحد من الناس اتمنى ذلك. ليه؟ هتريح دماغك وهتستريح. لكن زي ما انت عارف بيتقال عندنا مثل مصري مشهور كده، افلح ان صدق، افلح ان صدق. يعني لو اللي انت بتقوله صح انت بجد هتبعد عن مشاكل كتير. هي هتقل معاك ماديا، يعني عايز اقول لك الدنيا هتقف معاك ماديا، لان اليوتيوب طول ما انت ما بتعملش فيديوهات الدنيا مريحه. عملت فيديوهات ومشاهدات عليت وفي دعم جه والدنيا ظبطت، لا هتظبط معاك. فانت حاجه من الاتنين، يا هتفلح في الكلمه اللي انت بتقوله هتصدق فيها وهتفلح، او ان انت هترجع تاني وهترجع ريما لعادتها القديمه وترجع تعمل فيديوهات تاني وتشد شويه علشان الدنيا تتظبط معاك. احب الفت انتباه المتابعين شويه لنقطه مهمه، ودي حاجه خاصه باللايف او بان احنا هنختم بيها اللايف بتاعه. الراجل في بيته، في بيته، موجود في بيته، لا هو هرب ولا هو سافر ولا هو مستخبي ولا الحاجات دي كلها. بس احب اقول للمتابع نقطة مهمة، الف مليون مبروك يا اخينا. ليه؟ على الجواز؟ والراجل عايز يبعد عن المشاكل زي ما هو قالك، وفي الدقيقة الحداشر هو كان عمال يقولك انا والدتي تعبانة وحالتها غير مستقرة والحاجات دي كلها، لكن في الدقيقة الحداشر قال لك أنا دنيا مسحومة عندي وناس داخلة وناس خارجة والناس طالعة والناس مش عارف إيه. يعني ده بيدل إن
الجوازة تمت اليومين اللي فاتوا دولت، الجوازة تمت اليومين اللي فاتوا دول، وأكبر دليل العفش الجديد. أنت كنت قلت المرة اللي فاتت أنا هجدد العفش من 4 شهور، دهنت الحيطة اللون الرمادي، جبت العفش بتاعك، لكن الشغل جديد اللي موجود دلوقتي ده جديد، وده بيدل ان فيه جوازة اليومين دولت. او تخمينات، احنا مش هنخسر حاجة، احنا بنخمن وعند قلنا الاسباب بتاعتنا، منتظرين ان انت تعلن حاجة زي كده للمتابعة. الناحية التانية، مدام هناء بتحتفل بطلاقها ما بين خروجات، ما بين مركب، ما بين فسح، ما بين برامج على الفضائيات، ما بين حفلات بتعملها اليومين دولت، يعني اخويا عايز وانا الله عايز، بتعيش حياتها ودي ربنا ييسر لها الحال. وبرضه اكيد هيبقى فيه بعض الحاجات اللي هنطلع وهنتكلم معاكم فيها. جيت في نهاية الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة قبل ما تمشوا كده، اللايك الجميل قبل ما بعد ما تخرجوا من العرض، تخشوا على اللايك الجميل كده تدهولنا وتفرحونا، بارك الله فيكم. واللي عنده تعليق ممكن يديني تعليقه، بارك الله فيكم. ما تنسوش الدعاء لإخواتنا في غزة، ما تنسوش الدعاء لإخواتنا في السودان وفي اليمن وفي جنوب لبنان. الجو اليومين دول حر شديد جدا جدا، ندعي لهم إن ربنا يهون عليهم الأيام دي، لأن العملية صعبة جدا جدا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اجعله بردا وسلاما عليهم يا أرحم الراحمين. وجيت في نهاية الفيديو، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.